الأحباب والأصدقاء متابعي شاشة الحرية وجمال قناة أم درمان ومتابعي برنامج ونسة صبيان، أهلا وسهلا بكم في تواصل جديد وساعة شبابية جديدة من ونسة صبيان. ونستنا في هذه الحلقة عن المخدرات والشباب. يمكن المتابع لصحف اليوم وخاصة في صفحة الجريمة بيلاحظ أنه يوميا في ضبط مخدرات، ضبط مروجين، ضبط طريقة جديدة، ضبط عدد من الشباب بيتناولوا المخدرات. الموضوع يعني كثر اللغط فيه والحديث فيه، فقررنا انه يكون احدى مواضيعنا وهو عنوان هذه الحلقة. سعيد انه يكون معي صبيان وفرسان، بتمنى انه يضيفوا للموضوع كثير. التقي على الدين احمد، اهلا وسهلا بك. مرحب بك ومرحب بقناة ام درمان. الله يعافيك. التقي ده لسه يعني طالب. ايوه طالب. احمد قاسم معروف، صغير في السن ولكنه بيكتب في الوان. اهلا وسهلا بكم، اهلا بكل تيم العام في قناه ام درمان، راس راس الهرم استاذ حسين خوجلي. تحيه لكم وتحيه لكل المشاهدين. لانك بتكتب في الوان ولا شنو؟ لا طبعا والله عشان ما يقول لك نوع تسير التلج. تحيه لك النزير محمد حسن، لو باحث عندك عدد كبير جدا من الدراسات في التنميه البشريه برغم صغر سنك. اشكرك ونحيي مشاهدي قناه ام درمان، شكرا لكم. الله يعافيك. خالد عثمان الفيل او خالد الفيل، صاحب برنامج همسه محب على اليوتيوب والهميم دائما بقضايا الشباب، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا بكم. اهلا وسهلا بكم، وبشكر قناه ام درمان للاستضافه وبحيي المشاهدين. اتمنى ان شاء الله تكون حلقه مفيده لكم، ان شاء الله تستمتعوا معنا وتستفيدوا. رايكم شنو في تعاطي المخدرات؟ وهل هو منتشر اليومين ديل بين الشباب من وجهة نظركم الشخصية، حسب أنكم شباب معايشين في بيئات مختلفة محتكين كمان بالشباب؟ التقي. المخدرات عموما في الفترة الأخيرة دي بدأت تنتشر بصورة كبيرة في أوساط المجتمع، حتى الفئة دون الشباب وحتى كبار السن. بس الخطورة بتكون لما تكون منتشرة في أوساط الشباب، لأنهم هم عماد المستقبل وأنهم هم مفترض يقدموا المجتمع والبلد اللي قدام. فمنتشرة بصورة مريعة، مفترض الناس تشوف تعالجها، تتكاتف المجتمع كله بمؤسسات الدولة، بمؤسسات المجتمع المدني، الأسر المفروض تنتبه للحاجة دي لأنه دق ناقوس الخطر. هنتكلم عن الموضوع ده كمان بالتفصيل، عن النقاط اللي انت شرحت على المخدرات بين 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 مطرقة شنو وسندان شنو. عنوان حلقة المقال كان تقريبا كتبته في الايام اللي فاتت دي، لانه حقيقة كتبته عن هي اصلا ما ظاهرة، وهي مشكلة حقيقية يعني متجذرة من 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 منتشرة من يعني منتشرة بالشوكة بطريقة مخيفة جدا. انا بناء على ذلك كتبت هذا المقال بعنوان الشباب بين مطرقة المخدرات وسندان حب الهلوسة، بين قوسين الخرشة. بين قوسين الخرشة حنيجي نتكلم عن كل التفاصيل اللي ما عارفين الهلوسة والخرشة. هل المخدرات منتشرة النزير؟ نعم، بطريقة يعني بيخلينا نتكلم عنها في كل الأوساط مثلا. اوف كورس، المخدرات ممكن تقول منتشرة في الأوساط بتاعة الجامعات، في الأوساط بتاعة طلبة المدارس، في التجمعات الشبابية، منتشرة عند أي ناس ما عندهم هدف تقريبا، واضحة جدا بصورة ممكن يزول يحاول يعمل لها قسي. أعتقد أنه منتشرة ومشكلة حقيقية بتواجه السودان في الفترة دي، لأنه لو كان في مخدر معناه ما في مستقبل بتاع دولة، حاجة واضحة، معناه الشعب حيكون مخدر عن قضاياه الحقيقية. خالد الفيل. والله يا أخي لو ممكن تكلمنا عن المخدرات، المخدرات هي ذاتها تنقسم، ممكن نقسمها لأقسام. التدخين ذاته نوع من أنواع المخدرات، والمنبهات صعود التنباك دي منتشرة، دي ما دايرة لها حلقة أصلا لأنه حاجة منتشرة انتشار كبير جدا. لو جينا للفئة المتوسطة من المخدرات دي، أعتقد البنجو تحديدا والخرشة والحياة وحبوب وتعاطي الأدوية المخدرة دي، دي منتشرة بنسبة كبيرة في الجامعات، من سن الجامعات وفوق بس منتشرة بصورة كبيرة. وأعتقد أنه دي السن زي ما قال تخيل اللي هم ديل الشباب المعقود عليهم الامل.
فدي منتشره فيهم كبيره جدا. المخدرات بعد الكوكايين والهيروين وكذا لا اعتقد انها منتشره بصوره كبيره، لكن ده ما معناه انه نقلل من اهميه المخدرات الوسيطه اللي هي البنج والحبوب الخرشه والحياة دي، انه تاثيرها سيء جدا على المدى البعيد مدمر. حسب تقسيمك انت الشخصي، ان احنا حلقتنا دي حنتكلم عن المخدرات المتوسطه والبعدها شنو، العميقه ولا العاليه كانت؟ الكبيرة يعني. الكبيرة. طيب المتوسطة والكبيرة، ما حنتكلم عن التدخين والتبغ غير من الحاجات. الأسباب، أسباب اللي بتخلي الإنسان مدمن شنو؟ هل تفكك الأسري؟ الأسباب هي كثيرة، ممكن يعني أعدد لك في نقاط معينة. أوقات الفراغ الكثيرة البعانية الفردي في المجتمع في أوقات معينة وقت المراهقة، غير ده الأهم من السبب ده التفكك الأسري. التفكك الأسري والخلافات الحادة بين الوالدين والغتادي إلى الانفصال، دي برضو من التفكك الأسري. برضو غياب الرغابة أو الرغابة بالتحديد هي السلاح ذو حدين. إذا كانت الرغابة شديدة بتولد كبت، فأول ما الإنسان يمشي لمرحلة تانية يمشي الجامعة يحس إنه بعيد من ناس البيت، فبيلجأ للحاجات دي، بحس إنه هو لقى حريته افترض يعمل كده. الرغابة إذا كانت معدومة أوريدي هو حيعمل الحاجات دي. فالرغابة تكون رغابة متوسطة، ويكون الكلام له إنه ده ما في مصلحته، ما تخويف ولا إرهاب، لا يعقل ويوعى بإنه نهاية المخدرات دي شنو قبل ما هنا. من الأسباب الثانية يمكن تكون الفهم الخاطئ، لأنه علاقة المخدرات بارتباط المخدرات بالجنس دي بتكون عند الشباب المتزوجين مثلا. برضو الارتباط الخاطئ علينا قد تؤدي زيادة في القدرة الجنسية أو كده، القدرة الجنسية أو كده، وهي على العكس تماما، على الغير تماما من الموضوع ده. غير كده عند الطلبة الشباب الدارسين، في طلاب كثير أنا بعرفهم بالجولة عشان يساهروا، عشان بيشوفوا إنه لما يساهروا عشان يقروا كده. فدي كلها أسباب قد تدفع الفرد في المجتمع انه يكون مدمن. اعتقد حتى في مجتمع الجامعه البسيط يقول لك والله الماده دي دايره لها، ايوه دايره لها سجاره، دايره لها سجاره، يعني دي معناها ماده صعبه كتعبير عن الصعوبه يعني. أيوة. حتى المجتمع الجامعي الكلمات المتداوله فيه، حتى لو الناس كانوا ما بيتناولوا الحاجات دي وبيتعاطوها بيقوا يستبيحوا النوع ده من من من, من العبارات. الاسباب اللي بتخلي الانسان يدمن شنو احمد قاسم؟ ضرر اضيف حاجه تفضل. افتكر انها مهمه جدا، غياب الوازع الديني. احنا بقينا ما بنهتم بالوازع الديني يعني. والحاجه الثانيه التوعيه ذاتها في مثلا في البيت، في اللي هي درجه من درجات الرقابه، درجه من درجات الرقابه. بعدين يعني يعني في الاسره ذاته يعني ما بكون في رقابه على الابن او الصبي زي ما قلت انت. ف في نقطة معينة في إنه إذا كان أحد الوالدين بتعاطى، فدي احتمال بنسبة 90% إنه برضو ممكن نضيفها للتفكك. أيوة طبعاً الأسري. طبعاً أنت أصلاً إذا كان رب البيت الطفل ضارباً شيمة أهل البيت الرخص والطرب. طيب من الرخص والطرب حنشوف إضافتك يا نزير. والله شوف، أنا لو قسمت المخدرات وانتشارها أو حتى الناس بيجوا لي تعامل المخدرات أسباب أدمانة، حقول أنه في أسباب خارجية اللي هو أشاور عليها قبل شوية، الشباب تفكك الأسري، الانحلال، حتى التجمعات الشبابية، الأصحاب، الإشاعات اللي قبل شوية بتتقال دي أنه لو تتناولت سيارة مفروض تقرأ المادة أحسن، تأدي قدرتك الجنسية تزيد، دي كلها أسباب خارجية يعني ما بتأثر على المجتمع ككل، لكن بصورة عامة ما بتأثر على الزول ذاته أليس أنه عنده حاجات إنسانية داخلية قاعد يشبع فيها. يعني لو زول هو في حاجات إنسانية لو لخصناها ممكن نقول ستة، دي زول في أي وقت من الأوقات عايز أنه يشبعها. تبدأ باليقين، نحن لو ما متأكدين في قاعدتنا دي أنه الكراسي اللي قاعدين فيها دي ما حتقع، ما حنقعد القاعدة دي، فمين اللي إحنا محتاجين نوقن بحاجة زي دي؟ المخدرات بتديك يقين، بتديك ثقة في نفسك. أي زول بيتعاطى مخدرات عارف أنه بعد ما يتعاطى هيحس بنفسه قادر يعمل أي حاجة، حتى مرات بيعمل تصرفات هو يمكن في حالته الواعيه لو exactly. تصرفات هو لو واعي اصلا ما ممكن يعملها، بدافع الخجل، بدافع الخوف، دي حتمنعه. لكن مين اللي بمجرد ما وصل الحياه بتاعت هاي
انه خلاص بيتعاطى مباشرة حيبدأ يتعامل كأنه قادر يعمل أي حاجة، صيغة بنفسي ما عادية. الحالة الثانية التميز، أو حتى بعد اليقين، ودي حاجة ربنا سبحانه وتعالى خدتها فينا التنوع. إحنا محتاجين إنه نحس الحياة زي ما زي ما هي. لو يوم كنا أنت بتأدي نفس البرنامج مع نفس الناس، مع نفسي بتمشي في نفس الطريق، بتاكل نفس الأكل، حتحس إنه الروتين، روتين واحد. فروتين الحياة الموجود حاليا، لأنه زول ما عنده هدف في الغالب، الزول بتاع المخدرات حيحس إنه الحياة روتينية جدا، بيعمل نفس الحاجه، بيمشي نفس الجامعه، بيرجع مع نفس الاصحاب وكده. فمحتاج سنس بتاع تنوع، احساس بتاع تنوع كده بالحياه يخليه انه ممارس حاجه معينه. والاحساس بتاع المخدرات بيلبي الحياه دي بصوره ما طبيعيه. مجرد ما يدخل في الحاله بتاعه المخدر هيحس انه مختلف. التصرف اللي بيعمله مختلف، الحياه اللي بيعمله مختلف. بيتصل كونكشن، بيحس انه في حاله بتاعه اتصال مع ربما حاجات متهيئه في راسه، مع ذاته حتى. مع ذاته حتى حاجات تهيؤات بتجيه كده، انه ممكن يقابل ده وبيتكلم مع ده وبيعمل ده. فده اتصال، هيومن نيدز، حاجه انت بتحتاج لها كانسان. تمام. فدي الحاجات الاعمق اللي بيحتاج لها الانسان. تميز، لو انا خطيت السي مسدس في راسك، ايا كان مقدار الجهل اللي عندي، ايا كان مقدار عدم الاهتمام الان لاقيه، لكن مجرد ما اخذ مسدس في راسك، مقدار التميز الان ممكن احسبه بفرض سلطتي عليك، هيخليني قادر اعمل لك اي حاجه، فاوريدي انا مميز عليك. تمام. فده الاحساس اللي بيلقاه برضه الزول اللي بيتعاطى مخدر، هيحس انه في العالم ده زيه ما في، الدنيا ما فيك الا انا. بدون قطع يا استاذ، تفضل. طبعا بيكون احساس لحظي، مجرد ما هو ده العيب الاساسي بتاع المخدر. حطانا يرجع نفس النقطه اللي كان فيها. ما انا داير اقوله قبل تعقيب النذير، بقول انه يعني المشاهد لو جبس في الكلام اللي بيتكلم فيه النذير هيحس ان احنا قاعدين نروج المخدرات يا جماعه. يعني لا لا، على عكس الكلام تماما اطلاقا. انا بقول انه دي من وجهه نظر الانسان المدمن. مش وجهه نظر الانسان المدمن، انا بقول انه المدمن حاليا بيلبي في حاجات انسانيه مشروعه، لكن ما بالطريقه الصحيحه. يعني الحياة دي هو قاعد يلبي فيها اوريدي، لكن بطريقة في النهاية الباث بتاعه حيدمره، حينتهي به لمسار مغلق ربما يؤدي إلى وفاته أو انعزاله تماما عن المجتمع. لازم كان تكفل الجملة بكلام زي ده. أي إضافة خالد الفيل؟ والله أنا ما أعتقد في إضافة، الأسباب الخارجية ذكرها الإخوة والتفصيل الجميل اللي ذكره النذير، لكن بقول إنه أنا من تجربتي الشخصية، أنا دول بحكم تديني شوية وعلاقاتي كانت مفتوحة مع كثير من الناس. قابلت ناس بتاعين بونجو كثير، اصحابي يشربوا بونجو، حتى يوم واحد ضرب لي الساعه 3 صباحا قال لي لازم اقابلك يا زول، قلت له حصل، فقال لي لازم اقابلك. ما بيتهيبوك بيدقنك دي بينه وبينك يا خالد. النهائي هو طبعا هو التهيب ده بيكون يعني في يعني الصوره الاعلاميه الخارجيه، لكن انا لما اكون مقابلتك وعشرتك بعرف بعرف معدنك وكذا. الحقيقه انا اللي بشوف السوء الاساسي انه غياب الرؤيه والهدف في الحياه. يعني الزول اللي بيعمل الكلام ده كله هو في سببين اساسيات، هو انه هو ما عنده رؤيه في حياته دافعه انه يعمل حاجه بالطريقه دي. يعني الناس وقرات السيره النبويه سلمان الفارسي، الحاجه العمل الرحله بتاعت الاستعباد اللي حصلت له والعشر سنين، حتى سموه الباحث عن الحقيقه، يعني كتب السيره لما يجوا يؤرخوا له باحث عن الحقيقه. ليه؟ لانه كان عنده هم، كان عنده رؤيه. هل زول ممكن زي سلمان ده كان ممكن اهتم مثلا لو جاته جاريه جميله كان ممكن يركز معها؟ لو جاته كده، حتى من القصص الماثوره عن عبد الرحمن الداخل انه كان في احد المعارك، ومع المعارك المرحليه يعني لسه ما قبال ما يواجه العدو، فجاءوا السبي، من السبي كانت امراه جميله جدا، فلما جاته هو عنده بكره مصبح انه المفروض يقعد يشوف الاستراتيجيه وكذا، فجاته قال لها انك امراه جميله وانني كانسان احب هذا الشيء يعني، لكن لدي شيء اهم منك. قال لها يعني عزلها او قال لها انطوي لغايه ما نخلص من مهمتنا. فزول ما عنده رؤيه، طبيعي جدا تحصل له الحياة دي، ما عنده وعي، طبيعي جدا نصل للمرحلة دي. أنا شايف إنه غياب الرؤية وغياب الهدف وعدم الوعي دي حاجة أمور شاملة لكل السبب اللي ذكرت دي، وهي القلب بتاع الحياة دي فيما أعتقد. يعني الجميل في خالد الفيل إنه يا ريت لو كله محور هنا جانب التأصيل الفيو، يعني منها كل السادة المشاهدين يقدروا يستفيدوا منه. يعني أنا إضافتي صغيرة شديد في إنه برضو من الأسباب دور الإعلام بوعي أو لا وعي، بعض مرات يكون دار يرسل صورة للمجتمع، بيرسلها بصورة خاطئة. مثلا دار يتكلم عن المخدرات أو أثر على الإنسان المدمن،
فبعض مرات الإعلام بيظهر لك إنه زول المدمن ده أو المسطول زي ما إحنا بنسميه، إنه هو زول فكاهي، إنه زول ظريف، إنه المجتمع بيحبه، قريب للمجتمع، عنده سرعة بديهة، في حين إنه الكثير من النكات دي كلها غلط. المسطول مسطول كده، أجمل النكات اللي أنت بتلقاه في إنه زول محبب وزول قريب لقلوب الناس بتكون بادئ بمسطول. أنت ذاتك بتشعر لما نظام تلقى مسطول توجيه خفي هنا توجيه خفي في المجتمع، توجيه خفي في المجتمع، وده بيمكن يؤدي سبب إذا الزول حس إنه هو محتاج يقرب من المجتمع، وهنا قد يلجأ للحاجات دي. يعني لما مثلا أي واحد من الحرفيين مثلا يعمل له حاجة جميلة كده يقول لك والله تعرف مسطول بالضبط كده، الشغلة دي شغلت مساطيل، شغلت مساطيل المجتمع ذاته بالمناسبة، اللي هو يعني دور كبير وله أثر في 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 يعني انتشار المسألة دي. لو أنتم ملاحظين نقطة جميلة بالمناسبة، نقطة النقاط اللي أشار عليها الشباب دول كلهم، هل هو بيتصلوا بحاجة المسطول ده قاعد يلبيها في نفسه؟ يعني قبل شوية كان هي بالضبط هو كان قاعد يلبي حاجة التميز مثلا، لما يصير التصرفات ما طبيعية، لما يقوم يعمل حاجة الناس تعجبهم قاعد يلبي حاجة الكونتريبيوشن، بيقدم حاجة، بيقدم حاجة للناس مثلا، أو حتى سيكينج حاجة إنسانية نمبر وان اللي هو القبول. أي إنسان في الدنيا دي محتاج إنه يتقبل الناس، فالاتصال هنا موجود. فمين اللي دي أسباب داخلية؟ لو نحن نجي نفتش عنها في كل الأسباب الخارجية وحتى في كل الدواخل بنلقى إنه انعكاس لداخل ذاته. نعم، لكن بالاتجاه الخاطئ. لكن نقطة التقي مهمة جدا، نقطة إنه المجتمع أصلا ذاته بوجهك توجيه صح، زي ما يكون ظاهرا بيكون إنه الموضوع ده إنه ما متاح بالنسبة لنا، لكن في توجيه كمان خفي ويمكن هو أخطر في الموضوع، لأنه دايما بيصوروا لنا بصورة الزول الفكاهي والزول القريب للقلب وخفيف الظل كده. كل الوسائل بتاعت الميديا يعني تلتفت للمسألة دي. يا ريت كل المجتمع، مش كمان كل يعني وسائل الميديا كقواد رأي يعني، لكن كل المجتمع كمان. كل المجتمع. بيجي بالنقطة دي لأنها مهمة. المبررات شنو يعني؟ بحكم إنه أنا كنا مندردش قبل التسجيل، فأغلبكم بتعرفوا شباب يعني، سواء كان يعني حتى لو ما كان أصدقاء معارف، بتعرف الشباب مدمنين أو كانوا مدمنين. المبررات شنو اللي عندهم يعني؟ حتى لو كان حاسس زول إنه غلط، لكن بيقول له غلط، لكن المبررات عادة ما تكون شنو؟ كويس. المبررات بتكون في إنه يعني أنت قدر ما تجي تحاول تمنعه، يعني أنت تلقى نفسك بتكلم في وادي وهو في وادي، وده الحتة اللي دار ننبه لها على الإعلام ذاته، إعلام الصحة بالتحديد. فأنت تيجي تتكلم للمدمن عن صحته، عن دوره في المجتمع، هو بيتكلم لك عن راحته النفسية. ففينا لو لاحظت لإعلام الصحة في المخدرات الأول، التنباك والسجائر حتى المستوى الأول دي، فهو بيصورها لك وبيمنعك منها لأنه بيسبب السرطان. في حين أنت لما بديت تتعاطى ما بتديت تتعاطى عشان صحتك مثلا، أنت بتديت تتعاطى عشان حاجة نفسية. فإذا كان العلاج هو نفسي و الخطاب بتاع صحة نفسية أكثر من صحة جسمانية، فبيكون بلامس للمدمن أكثر. فمن الأسباب اللي بيغنيك بها إنه هو عايز يساهر، الأسباب اللي أنا ذكرتها دي من واقع تجربتي، في ناس بيحسوا بالملل عدم الموضوع. تجربتك ولا معك؟ من تجربتي مع الناس اللي أنا بعرفهم. تمام، والله التوضيح مهم في النقطة دي. أنا بس عايز أضيف حاجة بسيطة كده على كلامه هو. التقي. واحد من الدوافع انه مثلا المساله بتاعت العطاله او البطاله، واحد تلقاه يعني مثلا اتخرج له 3 4 سنين كويس، ما قدر يتحصل على وظيفه او ما سعى عليها عشان ما يتحصل عليها. دي ما اسباب، دي مبررات. ما مبررات كل استاذ اي معلش سوري اي لا، بنقول لكل استاذ انه دي مبررات عند كثير من الناس اللي هم بيضعطوا، بقول لك لانه انا عطل يعني عاطل. قبل ما يتكلم عن اسباب على انها حقيقيه وحاجات حقيقيه، بس هم ممكن يكونوا بلبوها بجانب خاطئ شويه، عشان معناه ما كله عاطل هو لا مدمن. ما واحده من المبررات عنده انا ما الاقي شغله، يقول لك كده انا ما عندي حاجه اعملها ولا انا ما كده. فبالتالي طبعا بيستسلم للمساله بتاعت المخدرات دي، الحشيش او بالاحرى البنجو. اول هو داير اشوف الحكايه من فوق، لما نيجي نتكلم عن المبررات من تحت كده، هو عارف انه المبررات دي ما حقيقيه، هو عارف متاكد من الحكايه دي، لكن القوه اللي بتحرك مبرراته دي اللي هي دي القوه اللي احنا عارفينها، قوتين اللي بتتحكم في اي زول، قوه الالم والمتعه. فهو بيبرر لمتعته اللي بيلقاها، بس هي متعه لحظيه، هو عارف انها لحظيه لكن ما قادر يقف عنها. فمبرره الحقيقي والعامل العامل له موقفه من انه ياخذ خطوه
هو عدم قدرته أو إحساسه أنه ممكن يفقد الحالة اللي هو فيها لو كان يتنازل عن الموضوع ده. والحالة اللي هو فيها دي بالنسبة له ده النعيم، لأنه ما شايف النعيم المقابل له أو الجانب الثاني ممكن يلقاه. فتدعيما لكلام خالد القبيل قاله، هو لأنه ما عنده هدف كافي يخليه يشوف الحياة بطريقة تانية، شايف أنه النعيم الموجود فيه دي خلاصة الحياة بالنسبة له حيتمسك فيها، ومجرد ما يصل للحالة بتاعت النشوة الموجودة في المخدرة إشباع النفسي، إشباع النفسي. فالألم المقابل الممكن يشوفه بعد 10 سنوات من التعاطي المستمر دوا لحد هسه ما كمان عنه صورة واضحة، فحيبدا يدي مبررات واهية. لكن ستيل أنا ما عارف، هو ما بكون مقتنع بالمبررات دي، وحتى لو كنت بتكلم معاه حقول له يا أخي من فضلك أنت المبررات دي ما مقتنع بها، وأنا ما بقبلها منك من البداية، لأنه أول أسلوب أو أول خطوة عشان أبدأ أعالج أي زول أنه يعترف أنه في مشكلة، وأنه المشكلة دي هو مدمنة، وأنه المشكلة دي ما ينفع أنه ناخذ مبرر، لأنه إحنا قادرين أنه نتجاوزها. فلو ما لو قاعدين ناخذ مبررات اصلا ما في امكانيه انه نتجاوز المشكله. يمكن على قول التغي ذاته بقول لك يعني دائما قدر ما هو يعبر ما حيقدر يعبر لك، احتمال باحساس اللذه او احساس أيوة. المدعى اللي هو يعني صاغه مسبقا حسب تناوله او تعاطيه للمخدر ده، فبحسك انك انت بعيد منه او انت ما فاهمه يعني، او ما فاهم يعني، ما في ارضيه مشتركه للحوار والنقاش يعني. انت بتتكلم من جانب بعيد عن اللي هو بيتكلم عنه خالد الفيل، المبررات او مبررات الشاب. والله ما اعتقد انه في كلام يضاف على الكلام اللي ذكره، انه يعني تجربتي الشخصيه تجربه الناس انه اذا بتتكلم معاه بيكون كلامه انه هو ذاته بيقول مبرراته دي وما مقتنع بها، داري مشيك. تبقى المساله يعني هو ممكن يكون داري مشيك او داري يبرر في نفسه يعني بس داري يحاول يرضي نفسه انه هو ما بيعمل في غلط، بحاول انه يرضي انه هو لسه هو ستيل كويس، هو 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 ما بيعمل حاجه كعبه، هو الظروف جبرته هو كده. المساله الكور بتاعها يا اخواننا انه زي ما قال النذير انه زول ده ما وصل لليقين الحس اللي بيدفعه انه يترك الحاجه دي، تمام؟ يعني زي ما قلت انت دارين تأصيل، ممكن نأصيل لكم لا يعني لا تفضل أصلاً، الجزء الأخير ده جزء التأصيل عندنا الليلة في الحلقة تمام. يعني لما قال لأحمد بن حنبل قال لهم إن هناك أخواماً يعني وصلوا ثم يعني بعد ذاك فكوا يعني مارسوا التقوى والزهد وكذا وكذا وبعد ذاك ثم انحلوا. قال لو وصلوا يقيناً لما انحلوا. فهو الصراحة هو في معرفة، فرق بين المعرفة، فرق بين التيقن في المعرفة، وإنه المعرفة تكون تلامس القلب يعني. فده كل اللي حبيت أقول، لكن ما في إضافة زي ما قالوا الشباب، كان كلام شامل ومستوعب لكل مبرر. بس أنا عندي إضافة صغيرة أو هو نقد بسيط، يعني هو لخالد هو ما بيقول لك كده وهو بيكذب عليك أو عايز يلهيك، لا هو بيحس إنه هو فعلا دي مبررات، وحس إنه هو منطقية، أنت قد تشوفها ما منطقية بحكم هو العالم اللي وصل له من خلال التعاطي، بيشوف انه كده منطقيه، بيشوف انه ما يعني كده هو كويس، كده هو تمام، لانه عايش في عالم ثاني، عالم وهمي، عالم افتراضي افترض وراه بسبب هناك. صح كلامك يا تغي، لكن اي زول موجود في الحياه دي حتجيله لحظات كده بتاعت وعي. هو احنا نفترض انه اللحظه اللي هو كان فيها عايش في المرحله دي وقاعد يشوف انه مبررات منطقيه، ما كلنا عارفين انه ما منطقيه، لا هو عارف انه ما منطقي لكن خافي عليه، فمعناه في لا وعي حاصل له، في لا وعي. لكن في لحظات كده بتاعت وعي بتجيه بلصص، لحظات بتاعت وعي مرات كده بدون مقاطعه يشوف حدث معين بدون مقاطعه لكلامك. مرحله الوعي دي انت لما تحصل مرحله الادمان بتكون قليله جدا انك تحصل. هو احنا اعتمادنا على القليله دي لكن السين موجوده، فهو احنا ما حنغطي الحقيقه، هي موجوده، واحتمال بتجي على شكل وميض في فترات معينه، يشوف حدث معين حس انه أيوه. ده انجاز بشري هو بعيد خالص منه، قد يقارن نفسه باخر، قد يقارن نفسه منجز، ممكن يكون من ابناء جيله، ممكن نعم. يكون فيشوف نفسه بعيد خالص حتى من الحياه الواقعيه المعاشه، عن اخوانه، عن البيت عنده، عن اصحابه في الحله، الناس الحقيقيين الاثبتوا نجاحات او حتى الماشيين على الدرب الصح. فدي لحظات بتاعت وعي كده بتجيه في فترات معينه بتخلوه ياكد لنفسه انه الاعذار اللي قاعد يقولها دي اعذار ما مبرره، وما حد يمكن حتى واحد من الاعذار الما مبرره اللي اتقالت هسه انه يعني الظروف الضائقه المعيشيه وعدم العطاله يعني حسب معرفته انه الحاجات دي ما رخيصه يا جماعه، أيوة يعني الحاجات دي غاليه، فانا كيف انه اقول عندي عوض وحاجه وفقر وكده واجي يعني كمان قدر الانديده اقوم ادي في حاجه ما تبقى كلها مفنده ما حقيقيه. وعي بسيط جدا لو قعد
ممكن يفند اي عذر موجود يخليه يصل للمرحله لكن لكن كيف يقعد وكيف يوعى لحظات الوعي تجي وكيف لحد ما تتفتح كده وتكبر وتخليه على مدى ابعد كده يحاول يظبط نفسه هي بتكون بسيطه كده بس تمام شايف موضوع اتذكر كم مره موضوع الادمان فعاده احنا بنقع بين يعني بنتوه ما بين المصطلحات هل نحن مشكلتنا مع المخدرات بصوره عامه يعني ولا مشكلتنا مع ادمان المخدرات لانه عدد كبير جدا من الحملات اللي بتقام هي بتكون ضد ادمان المخدرات وكثير جدا من الشباب اللي ممكن نلقاهم بنلقاهم بيقول لك يا اخي انا ما مدمن الكلام ده قوله لزول مدمن انا مره في الشهر مثلا او مره حسب المناسبات السعيده مثلا او بغض النظر عن التبرير اللي هو بيقوله فهل نحن مشكلتنا مع المخدرات واديك في الجانب التاصيله يعني نحن مع ما اسكر كثيره فقليله حرام يعني برضه بينطبق على الموضوع ده مجتمعيا بعيدا عن الدين التقي والله ودي ممكن من المشاكل بتاعه الاعلام بتاعنا او مشاكل مواجهتنا نحن للمشاكل ذاتها نحن بنواجه المشاكل بعد ما تحصل بعد ما يحصل ادمان يعني كل الاعلام زي ما انت ذكرت بيتكلم لك عن الادمان ما بيتكلم لك عن التعاطي في فرق بين التعاطي والادمان يعني نحن بنحارب الادمان كل الحملات في السودان هنا حملات ضد الادمان او القضيه بتاعت الادمان في حين انه سبب الادمان ده شنو بدايه التعاطي ومفترض الناس يعني تحارب التعاطي من البدايه قبل على اساس انه لو ما حصل تعاطي ما حيحصل ادمان يعني اضافه على ذلك نحن مشكلتنا طبعا مع المخدرات انت بتشرب المره الاولى والمره الثانيه مع الشلاليات حتى تصل مرحله الادمان اصلا هو الادمان بيجي عن طريق التعاطي المره الاولى مره ثانيه حتى تصل شنو المرحله بتاعت الادمان ففي الحقيقه نحن عندنا مشكله في الطرح بتاع القضايا عندنا مشكله كبيره جدا في الطرح يعني مثلا يكون في نقاش مثلا في الحله في الجامعه تلقى يعني مثلا في موضوع معين عن المخدرات كل واحد يعني بيقدم فكرته بعد شويه بتظهر اصوات نشاز فانا ما اعرف لا وقعت وانا ما يعني في 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 في, في على ما اعتقد لو كان كله طرح مبني على ثلاثه محاور المحور الاول الوازع الديني المحور الثاني العادات والتقاليد السمحه المحور الثالث العادات والتقاليد السمحة هي ككل منظومة القيم اللي بتكون معانا سواء كان من المجتمع أو من الدين النذير عندك إضافة؟ فكرة إدمان كفكرة موجودة من يعني من الإكسار من أي شيء أي حاجة تكسرت منها ممكن إدمان القهوة إدمان الشاي تلقى نفسك أدمنت فيها فموجود إدمان الأكل زي ما قلت إدمان الشاي إدمان أي حاجة لكن المخدرات في حد ذاتها هي ذاتك يبقى الكارثه مع ما اذكر كاسلوب قليله كاسلوب عشان تتعاطاه من البدايه عشان تبداه لان الجاب بينه قليل ما بينه وبين مخاطره يعني هي ذاتها في حد ذاتها خطوره قبل ما تبقى عمليه بتاعت ادمان فبقت هي فيها المشكله يعني الشاي في حد ذاته ما في مشكله كده لكن هي في حد ذاته خطوره بمجرد ما تتعاطاها بتبدا تديك عوامل سلبية على جسمك يعني انت بتتكلم عن انه المخدرات اساسا مشكلة والادمان في اي حاجة هو اصلا الادمان في اي حاجة مشكلة اساسا مشكلة وادمان المخدرات بيبقى مشكلة لانه الجاب بسيط جدا ما بين اول جرعة وما بين انك تبقى مدمن اول جرعة دي طوال بتوصلك لحالة عقلية بتكون انت فيها في غاية المتعة يعني واصل فيها لمراحل بتاع لكن ما محتاج انك ما حاسس انك انت محتاج للحاجه دي او المفروض فبتجذبك تشوفها نعم قلت لك ما هتحس انك انت من اول جرعه انك محتاج للحاجه دي ولكن مرحله الادمان انا بحسبها انه مرحله الاحتياج الشديد للحاجه ايا كان نوع المخدر اللي هو بيقوله اي اضافه يا خالد الفيل انا ما حتناول القضيه من حديني لانه الناس كلها متفقه انه المساله دي لكن بس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف فيه المساله دي انا اعتقد انه ده اعمق توصيف قبل يعني قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا زي الحصير عارفين احنا الخيمه حقت الحصير دي بتكون مكونه من حصائر تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا فايما قلب اشربها احنا الفتن دي ممكن نقول هي التجربه الاولى التجربه الثانيه
لسه ما وصلنا لمرحله الادمان. فايما قلب اشربها نكتت فيه نكته سوداء، وايما قلب ردها نكتت فيه نكته بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبان، قلب اسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. ودي مرحله الادمان ذاته، خلاص هو وصل مرحله نقطه 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 نقطه، خلاص المساله بقت اللذه حقته زي ما قال النذير بقت في الحاجه دي، يعني ما بعرف ثاني حاجه غيرها ثاني، خلاص حتى تعرف حتى تصير القلوب قلب اسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. فالمساله انه احنا لما نتكلم عن يعني تعريف سيسيولوجي للحاجات، يعني اللي هو التعريف الاجرائي، انه الشيء باجراءاته، ما في فرق بين الادمان وبين التعاطي، لانه التعاطي سبيل الادمان وهو التعريف الاجرائي للادمان، فاي فصل بين الاثنين ذي يعتبر خطا منهجي ذاته في تناول القضيه. يعني لا بس حنجي طيب بس خلينا حنجي نتكلم عن خالد اللي هو خطه اول تجربه وخطاه في منحدر زلق علينا بكل تأكيد حتمشي ليه الإدمان، ولكن بعد نطلع نحن ويتو كل السادة المشاهدين لفاصل قصير ثم نعود.